السلام عليكم، مساكم الله بالخير. ذكر ابن بطال رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري أثرا جميلا عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول فيه: من علم من أخيه مروءة جميلة فلا يسمعن فيه مقالات الرجال. إذا علمت من أخيك المروءات الحسنة والأخلاق الطيبة فلا ترخي أذنك إلى الكلام الذي يقال عنه، أنت عندك يقين، ليش تترك اليقين وتذهب إلى الكلام الذي أقصى ما يكون أن يصل إليه أنه ظن؟ ومثل هذا الأثر عن علي رضي الله عنه مروي عن عمر بن الخطاب يقول: لا يفسدنك الظن على أخ أصلحك اليقين منه. يعني اليقين الذي تعلمه من فلان أنه طيب، تترك اليقين وتروح إلى الظن، هذا من قلة التوفيق حقيقة. هذا الأثر الذي قرأته عن علي يبين لك صراحة أنه يعني من تمام العقل ومن حسن الصحبة أنك لا تتجاوز اليقين الذي رأيته وعاشرته من أحد إخوانك وتنتقل إلى القيل والقال الذي قد ينقل من بعض الفسقة ومن بعض ضعاف النفوس يريدون بذلك إفساد العلاقات. فخلك على اليقين واترك القيل والقال. القيل والقال حتى وإن صح ترى نقله من النميمة، وصاحبه النمام هذا فاسق، ومن طرق التعامل الشرعية معه تكذيبه. شوفوا شلون حتى الشريعة تحافظ على أصل العلاقات بين الإخوان. فشيء مؤلم صراحة أن كثير من العلاقات تنتهي بتجاوزها اليقين إلى القيل والقال، عيب والله. وبعدين تبا لهذا الذي يسعى لقطع العلاقات بالقيل والقال بين الطرفين، ترى ورد في أحد الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أبغضكم إلي المفرقون بين الأحبة. الله يقطعهم ذولا. سلامتكم.